مجرد ما مدت ايديها في المية تجيب الخاتم، الجن خطفها وخفاها للأبد. جن جبل حرفة، طفي النور وحضر الاكسبلور ويلا نبدأ. بتبدأ قصة الجبل عند بنت كانت بتستحمى في احد الابار بجانب الجبل، وظهر لها في المية خاتم بيدور شكله جميل جدا. البنت بمجرد ما مدت ايديها وحاولت تجيبه اختفت للأبد. الاب فضل يدور كتير على بنته ولكنه خلاص فقد الامل انه يلاقيها. ولكن في يوم وهو قاعد في بيته لقى تعبان ضخم جدا داخل عليه. الاب حاول يقتله بكل الطرق، ولكنه اتفاجئ ان التعبان ده بيتكلم وقال له: انا جن جبل حرفة وانا اللي خطفت بنتك واتجوزتها، اطلب اي طلب وانا هنفذه لك، ولكن انسى انك تشوف بنتك دي مرة تانية. وعلشان الاب عرضه بس في الحتة دي الجن مظهرش تاني، والبنت لسه مخطوفة لوقتنا ده. دي كانت قصة من القصص الحقيقية المعروفة عن الجبل، ده غير طبعا قصة الست شباب التركيين اللي حصل معاهم موقف مرعب جدا، بس هنخليها فيديو تاني ان شاء الله. كان معاكم الحاوي.